الآن مع طالبات الصف الثالث الابتدائي وتجسيد لأنشودة دراسية لغتي لغتي. الطالبة خديجة محمد مبروك برايمري 1I والأستاذة مي أحمد. ألف باء تاء ثاء جيم حاء فاء دال دال راء داء سين شين صاد ضاد طاء طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. ألف الأرنب يجري يلعب يأكل جزر كي لا يتعب. باء البطة طب 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 وقع تهجس منها القطة. تاء التاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس. تاء ثعلب صاد دجاجة وهو باكر وقت الحاجة. جيم جبل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة في طواف حول الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. زال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. زي الزهرة أصفر أحمر وهي بعيني أجمل منظر. سين الساعة تحفظ أختي في مدرستي أو في بيتي. ألف باء تاء ثاء جيم حاء قاء دال دال راء زي السين سين صاد ضاد طاء طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شين شمس صاقضين فيها الدفء وفيها النور. صاد الصائد ألقى الشبكة بعد قليل. صاد السمكة ضاد الضابط يحمي وطني يحفظ بلدي يرعى ذكري. طاء الطفل أجمل طفل فهو لطيف حسن الشكل. طاء ظاء الظفر نظفنا بعد قليل.
ضريرا فقد الضاع عيد العين تخشى الله تشهد غيرا فيه رضا غيد الغار وغار حرا فيه أنزل القرآن فأنزل الضوء أدياه وهو صديق يا أصحاب قاف كورا فيه بلاذل وباقي تهدي الزائر كيف كلب عاش جواري يحفظ بلدي يحفظ داري لاب لحم يلبو جسمي يكسو عظمي فيه أسبابي مسجد بيت الله فيه يؤذن كل صلاة دور الدهر الدين فهو جميل غير بخيل هاء هرب عالي الحبة وبناء رمز للهبة واو وجه للإنسان فيه إشراق للإيمان ياء يد تنسو زهرة تفتح شكلا تظهر فكرة